صدق أيها الأخ ولا أبالغ، أنت الآن شاب تخاف الله، ترجو ما عنده، تقيم الصلوات، أنت محسن مستقيم، تنصح من حولك، بار بوالديك. أقسم لكم بالله، في عندي يقين يفوق حد الخيال أن هذا الشاب قد لا يملك الآن شيء، لا بيت ولا زوجة ولا عمل، لكنه محب لله. أقسم لكم بالله أن هذا الشاب له مستقبل كبير. كيف؟ لا أعلم، بس أنا أعلم عدل الله. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، آية قرآنية: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ معقول؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل بطولتك أن تكون ممن يعلم، كل بطولتك أن تكون من أصحاب الجنة، ممن وعدهم الله بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. في النهاية المتقون في أعلى عليين، المتقون في لوحات الشرف، المتقون في جنات عرضها السماوات والأرض. الآن من خصائص المؤمن أنه محسن، والإحسان عطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، من صحته. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقسم لكم بالله، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمحسنين. لك عمل صالح، هل تعيش للآخرين؟ هل عندك قلب رقيق؟ هل تبذل من مالك، من وقتك، من جاهك، من مكانتك، من علمك، من خبرتك لهؤلاء الضعاف المساكين عباد الله عز وجل؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني قد تجد بالمثل القريب من حياتنا طالب مهمل، لا يدرس، لا يداوم، لا يقرأ، لا يؤدي امتحان، يمضي وقته كما يتمنى وكما يشتهي وكما يريد، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة. انظر لهذين الطالبين بعد 20 عام، واحد
له مكانة في المجتمع، متألق في محبوحة مالية، له مكانة اجتماعية، والثاني يعاني ما يعاني. واصبر فإن العاقبة للمتقين، العاقبة المستقبل للمتقين. يعني الأيام تدور، هذا الذي لزم بيوت الله عز وجل، حضر دروس العلم، طبق هذا المنهج في بيته في عمله، خاف من الله، غض بصره، أنفق من ماله، طلب العلم، هذا يجب أن تراه بعد 20 عام في أعلى مكانة وفي بحبوحة، وله عمل صالح كبير، وهو من أسعد الناس. هي قوانين إخواننا الكرام، هالقوانين يشار إليها بالقرآن الكريم أحياناً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، مستحيل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل، ألف 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 مستحيل، بل إن زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المحسن كما يعامل المسيء، في فرق كبير. وهذه وعود الله فوق المكان والزمان، فوق كل الظروف، فوق كل الأنظمة. المؤمن وعده الله بحياة طيبة، ومرة ثانية وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق هذه الحياة الطيبة للمؤمن، في أي عصر، بأي وضع، بأي ضائقة. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أذكرهم بأيام الله، يعني أنت أيها المؤمن لك عند الله أيام، في مرة دعوته فاستجاب لك، في مرة نجاك من ورطة كبيرة، في مرة أعانك في الامتحان، في مرة جمعك مع أهل الخير، مع أهل الحق، في مرة يعني جمعك مع زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. ذكرهم بأيام الله، كيف الله جعلك من أبوين شريفين، كيف أعانك على طاعته، كيف جمعك مع أهل الحق، كيف دلك عليه، وذكرهم بأيام الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يملك التوكل على الله، التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل حالة راقية جداً، يعني أنت الإله العظيم بيده كل شيء، وضعت حاجتك عنده واستسلمت له وارتحت، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.